فتحنا الفرصة الجميلة للاطلاع على هذا العمل والشرف به يعني. أعتقد أن أعطيت الكلمة صافي بجانا نضرب لكم موعدا آخر مع نفس البرنامج في موعد البحث. موعد الشواهد التقديرية. نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور البهي. أعتقد أننا كسبنا الرهان، والرهان كبير في بيت المبدع، أننا دائما سنلتقي من أجل الإبداع ومن أجل أن نجعل فعلا طنجة جنة الأرض، وبأن نجعل دائما طنجة في سماء الإبداع كبيرة بالرغم ما يقال وما قيل عنها. إن شاء الله لنا برامج أخرى، من بينها برنامج ستقوم به الأستاذة فاطمة عيسى، وهو معالم وأعلام بالمدينة العتيقة. سنحاول أن نضحض الفكرة الأولى أن المسلمين لا وجود لهم، ولكن سنخرج هؤلاء من المدينة العتيقة، أولئك الذين كتبوا بحب وشوق لهذه المدينة في خضم الاستعمار وفي خضم ذاك الألم والمعاناة التي عاناها المغربي أو المسلم وهو مستعمر وهو مضطهد وهو يقاوم. سنحاول استخراج أولئك الناس الذين ربما منهم من مات ومنهم من بقي، سنحاول استدراجهم أو المجيء بهم هنا في هذا البيت الذي يجمعنا اللحظة لكي نتكلم عن طنجة ولكي نظهر فعلا حبنا وحب أهل الجنة، يعني أهل طنجة وحبهم لمدينة طنجة. وأنتم مطالبون للحضور معنا لكي إن شاء الله نعرف إن كانت فعلا هي جنة الأرض وأن أهل طنجة كانوا دائما متواجدين. رئيسة جمعية بيت المبدع، أن تتفضل بتقديم شهادة تقديرية للأستاذ بوجنان. صاحب هذا الفضاء الثقافي البهي الذي يجمعنا اللحظة.